من نقطة المدربين ونروح لخبر تاني ممكن يكون محبط بالنسبة لجمهور نادي الزمالك، ولكن منطقي إلى حد كبير. احنا في الساعات اللي فاتت شفنا صور لأشرف بن شرقي بتودعه الصفحة الرسمية يعني لنادي الجزيرة الإماراتي، ان هو اللاعب بيرحل وانتهى عقده مع الفريق وكل حاجة. ورحيل بن شرقي بشكل رسمي عن نادي الجزيرة ممكن يكون أعاد رغبة الجماهير الزملكاوية ان هي تكون بتشوف اللاعب موجود مرة تانية في صفوف الفريق، خصوصا ان هو كان واحد من اكثر اللاعبين تأثيرا في النادي خلال السنوات الأخيرة. بن شرقي لعب مع نادي الزمالك 3 مواسم، انتقل من نادي الهلال السعودي في 2019، لعب 109 مباراة، سجل 41 هدف، صنع 28 هدف، وحقق خلال الثلاث مواسم دول 6 ألقاب، 2 دوري، 2 كاس، كاس سوبر والسوبر الأفريقي. الحقيقة ان في اكتر من تقرير سواء في الامارات او في السعودية اشاروا الى ان نادي الزمالك والوحدة السعودي هم اكتر الاندية الراغبة في ضم بن شرقي خلال الفترة المقبلة، وبالرغم ان بن شرقي قد يكون من اللاعبين المفضلين من اجل العودة مرة تانية لنادي الزمالك، الا ان مصدر داخل النادي الابيض اكد ان بن شرقي هيكون صعب عودته مرة تانية للنادي نظرا للراتب الكبير اللي بيتقاضاه، وده هيكون عائق لاتمام الصفقة. فبالنظر للعروض الكتيرة اللي بينتظرها اللاعب من أندية خليجية وخاصة السعودية اللي هتكون هي الأقرب تكون الانتقال والخطوة الجديدة بالنسبة، مش خطوة جديدة لأنه كان لاعب في الدوري السعودي قبل كده، ولكن خطوة اللي جاية هتكون بالنسبة له ممكن يكون بيعود مرة تانية للدوري السعودي. وبالرغم كانت الأنباء كتيرة جدا حوالين احتمالية عودة أشرف بن شرقي مرة تانية للقلعة البيضاء، ولكن المنطق في التوقيت الحالي حتى تحس إن الناس بطلت تتكلم قوي عن الموضوع ده كجماهير زملكاوية، لانه الماده تتحدث والظروف العامه ممكن داخل نادي الزمالك مش هتكون سامحه بشكل كبير ان هو يكون اشرف بن شرقي بيعود مره تانية الى نادي الزمالك. ايا يعني كان بنتمنى التوفيق طبعا للاعب ولكل الانديه المصريه في ميركاتو اللي هنكون بنتابع طبعا كل تفاصيله في الايام القليله اللي جايه والاسابيع اللي جايه هتكون بتورينا ايه اللي هنكون بنتابعه في بطوله الدوري في ميركاتو الصيف.